هلا، واليوم راح نقدم لكم قائمة أفضل 5 أفلام إنيميشن لسنة 2023. طبعا هذه السنة ما نزل أفلام كثير إنيميشن وكانت رهيبة للغاية، ولكن قدرت أطلع بخمس أفلام إنيميشن تستاهل وقتكم وتقدرون تشاهدونها مع الكل، فهي فيها تجربة مميزة وتستاهل بفرصة. You have to fight it. Come to me. What? You'll have to find out the rest yourself. الفيلم هذا يعتبر فيلم مظلوم جدا، كل شخصية في هذا الفيلم خلتني أحبها أكثر وأكثر. راح نشوف القط المجرم والمسطول اللي يتعاون مع الفئران لكسب الأموال. الحماس يبدأ مع الفتاة الغريبة اللي يتورطون معها في مغامرة لحل لغز صعب حله. فبالراحة أقول لكم انجاي. This is the best, right? My sister lives and I will find her. Extraordinary things are possible. وهذا النوع من الأفلام صدقوني صعب الملل منه، وهذا الفيلم منها المغامرات والخيال والضحك، أشياء كانت موجودة فيه. راح نشوف الفتى الطموح اللي يحاول البحث عن شقيقته المفقودة، ومن هنا ننطلق في مغامرات رهيبة لا مثيل لها. Meet the residents of Element City. Air usually has their head in the clouds. Oh, my new jacket. Earth can be a little seedy. Nothing weird going on here. فيلم انيميشن ممتع يستاهل يكون هنا، فيه المغامرات والحماس والضحك اللي جعل هذا الفيلم ممتع للغاية. راح نشوف امبر وويل واللي يعيشون في مدينة سكانها من العناصر الأربعة. بتقول لي وش هي ثامر؟ بقول لك الماء والهواء والأرض والنار، ولو شاهدتوا هذا الفيلم راح تعرفون سر هذا الأمر. ممتع، جعل هذا الفيلم يفوق توقعاتي وجعلني أستمتع فيه. إذا كان أمامكم أعطوه فرصة، فهو تجربة تستحق المشاهدة. Let's go. يا ما عشنا أيام حلوة مع لعبة ماريو، وصعب ننسى هذه اللحظات واللي صعب تتكرر. راح نشوف فيلم يرجع لنا ذكريات الحلوة، في فيلم مليان بالمغامرات والحماس. راح نشوف السباك اللي يدعى ماريو ورفيقه لويجي في متاهة تحت الأرض، من طرف آخر يحاولون التضحية لإنقاذ الأميرة. لو ما شاهدتموه وش تنتظرون؟ الجزء الأول من هذا الفيلم كان ضمن أفضل أفلام الأنيميشن اللي شاهدتها بحياتي، وهذا الجزء أبهر الكل والكل يمدح فيه. بعد مرور فترة طويلة يلتقي مال زيارة جديدة من جوين، وينطلقون في مغامرة جديدة مليئة بالمخاطر والأعداء عبر عالم العنكبوت. وإذا ما شاهدتموه بليز لازم تعطونا فرصة اليوم. كان معكم ثامر من قناة ميجا فيلم، لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك والنشر.